القضية، وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. كما أكد أحد الموقوفين الثلاثة وهو المشتبه فيه الرئيسي معروف بسوابقه القضائية العديدة بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم، وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية، ويدلون بشهادتهم أملا في تطوير البحث واستجلاء الحقيقة وتوقيف المتورطين. كما أشيد عاليا بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه والذي تعاطفت مع أسرة الشرطة الصغيرة ومع عائلته الكبيرة ممثلة في هيئة الأمن الوطني قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطة الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة يروم المساس الخطير بالنظام العام. وتشير المعلومات المتوفرة حاليا أن المشتبه فيهم الثلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، وهم الأمين المزعوم لهذه الخلية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37 سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي. أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين، الذي أسندته النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتواصل حاليا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن والارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في التنفيذ، بالإضافة إلى الكشف عن كل الخلفيات والملابسات، وذلك بعدما أعلن البيعة للأمين المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي ووثق ذلك في محتوى رقمي إذانا بالانتقال لمرحلة التنفيذ المادي. وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول. وهنا لا يسعني إلا أن أثمن التفاعل الواسع والتجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع فريق البحث والتحقيق، إذ سجلنا تعاوناً تلقائياً من جانب عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يبلغون عن كل طارئ المجتمع المغربي. نتطرق إلى المحور المتعلق بتأكيد الدافع الإرهابي قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافية لتأمين السفر. ثالثاً هو الشق المتعلق بالتطرق السريع خدمات يسدي خدمات الأمنية للشارع العام المتورطة في جريمة القتل العمد والتمثيل بشدة الشرطة الضحية، جاء متزامناً مع مشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي حرازم بضواحي مدينة فاس قبل أن يتم ضبط مشتبه فيه تنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتبرونه قسم البيعة المزعومة. يعني هذه كانت ملامح فقد تأكد الدافع الإرهابي فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة. فحسب المعتقد